أنا اليوم وقفت على مدى جاهزية واستغلال الاستثمارات اللي قامت بها الدولة، سواء في المحطات البرية ولا محطات السكك الحديدية وغيرها. كانت الزيارة الأولى فيما يخص المحطة البرية اللي حاليا يجب أن نرفع من قدرة استغلالها، وكان بادر سيد الوالي في الحل مع جميع الفاعلين فيما يخص النقل على مستوى هذه المحطة وأشكره على ذلك. بالنسبة للسكة الحديدية كذلك قمنا بزيارة لهذه المحطة وعطينا تعليمات من أجل استغلالها الأمثل لكل هذا الاستثمار. عطينا تعليمات كذلك فيما يخص مستوى خدمات المحطة وكذا مستوى خدمات المحطة البرية. إن شاء الله في الأيام المقبلة سوف ونرفع من مستوى خدماتنا. بالنسبة لبرامج استغلال سواء المحطة البرية ولا المحطة السكك الحديدية كذلك سوف في الأيام والأشهر في المقبلة في بداية سنة 2024 سوف نغير من برامج السكك الحديدية بما يقتضيه وبما يرضي سكان ولاية الغوار.